بعد توقف دام لخمسة أيام، شهد معبر رفح البري تدفقا للمساعدات التي تم تجهيزها للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 74 شاحنة تحمل مواد إنسانية، بالإضافة إلى شاحنات تحمل محروقات للعبور عبر معبر كرم أبو سالم. هذا في الوقت الذي لا تزال فيه قوات الاحتلال تمارس أقصى درجات التعسف والعنف ضد الشعب الفلسطيني من خلال رفض عبور عدد كبير من الشاحنات واستمرار قصف المربعات السكنية للاجئين في الجانب الآخر من المعبر. المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية نجدد بكم الترحيب، ولكن هذه المرة من أمام معبر رفح البري، والذي شهد اليوم انفراج لعدد من الشاحنات التي عبرت منه إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن عبور 74 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وإيوائية ودوائية. سمع قوات الاحتلال الإسرائيلية رفضت 12 شاحنة من هذه الشاحنات وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري، هذا بالإضافة أنها سمحت لأربع شاحنات تحمل محروقات وتحديدا تحمل غاز. بالفعل هذه الشاحنات يعني قامت بتفريغ حمولتها وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. اليوم يعني لدينا انفراج نوعا ما عن الأيام القليلة الماضية والتي منعت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي منعا باتا من دخول أي من الشاحنات. أمس كان لدينا تكدس كبير من أمام معبر رفح البري، يعني أكثر من 116 شاحنة لم تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا لشاحنة واحدة فقط كانت تحمل غاز، وبالفعل هذه الشاحنة يعني قامت بتفريغ حمولتها وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح. ميدانيا لازلنا نسمع اليوم يعني حوالي أربع انفجارات كبيرة على الشريط الحدودي من الجانب الفلسطيني الآخر من المعبر، يعني هذه ذوي انفجارات تكرر يعني على مدار الساعة، وكان هناك تصاعد كثيف ل يعني ألسنة الدخان، ربما كان قصف يعني جوي أو حتى بالجرافات أو للدبابات، ولكن يعني بالفعل يعني هذه يعني الانفجارات لا تهدأ من الحين إلى الآخر، ودائما ما نسمع في هذه التوقيت في هذا التوقيت بالذات يعني سماع ذوي انفجارات كبيرة قادمة من الناحية الغربية، وبالتحديد هذه الناحية التي تمثل تل السلطان والحي السعود الذي يتمركز فيه أكبر عدد من السكان النازحين من الشمال إلى أقصى الجنوب. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.